تجربتي أنا الشخصية كانت أعتبرها مميزة صراحة، بداية من تعامل مسؤول المنتجات العقارية، انتهاء بحصولي على القرض الشخصي. التعامل مع مستشارين بنك البلاد كان جيد، كان في سهولة في التواصل بيني وبينهم، اهتمامهم بإنهاء الإجراءات القرض العقاري كانت كويسة، كانت مميزة صراحة. فصراحة يعني تواجدهم وتقديمهم للخدمة وشرحهم لتفاصيل الخدمة من غير ما يكون في مثلا خدمات غير واضحة، لا، الوضوح كان سمة بارزة صراحة في المستشارين اللي كانوا يتواصلون معي. فيعني هذه تقريبا ملخص تجربتي يعني. كلمة أخيرة حاب أوجه البنك بلاد، يعني حاب أشكرهم على الخدمة الإضافية أو الميزة اللي قدموا لي إياها، اللي هي سهلوا لي موضوع امتلاك العقار. فأكيد حاب أشكرهم على يعني كل الخدمات اللي قدموها لي.